السلام عليكم المتابعين قناة ميلاد الميكانيك، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كي دايرين مع الحجر الصحي؟ كلشي بخير؟ اموركم سلامات؟ كيف ما كتشوفوا اخوتي، اليوم خرجنا نقول لكم واحد شويه من شوارع مكناس اخوتي. كيف ما كتشوفوا حنا دابا كنتواجدوا في هذه البلاصه ديال الحمريه، وكنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير اخوتي. دابا غندور لكم تقريبا نضرب لكم شي دويره هنا في مكناس، في شات الشوارع هذا، وتشوفوا اجواء ديال مكناس وانت في دارك. المهم انا نحاول نقل لك هادشي ملي كطيح الفرصه نخرج، وهادي يعني نحاول نقل لك داكشي اللي كاين في الشوارع ديال مكناس، نقلهم لك وانت جالس في دارك. ونتمنى تشجعنا بواحد جيم، واحد ابوني، تابونا معنا وفرقوا علي جيم، وشكرا لكم بزاف. وهذا هو اللي كان اخوتي. كيف ما كتشوف القوة المسلحة اخوتي ديال العسكر، كيف ما كتشوفها هو بطلنا الشوارع ديال مكناس، اللي ما شافهمش من قبل ولا شي حاجة، كيف ما كتشوفوها هما دو اخوتي. يعني هابطين كيدور في الشوارع ديال مكناس. المهم شنو هو الهدف ديالهم؟ الله يعلم، ما نعرف. المهم ما عرفش بالضبط شنو هو القصد ديالهم، زعما واش كيضربوا بالماء، واش كيضربوا بنادم، الله يعلم. المهم هادو كيشوفهم بنادم تيتكمش وصافي، ولا بغا يخلعوا بيهم بنادم، ولا الله يعلم. المهم الله يجيب الصحة والسلامة، الله يحفظ أولادنا ووالدينا وعائلتنا وجميع المسلمين أجمعين يا ربي من هذا الوباء، ويرفعوا علينا إن شاء الله وبإذن الله. أخوتي، واحد المعلومة خصكم تعرفوها اخوتي، الغازوال هبط ل7 دراهم اخوتي، داكشي اللي كان كيدير مشحال هادي شي 5 سنين ولا 4 سنين اخوتي، ولا 3 سنين تقريبا، يعني 7 دراهم اللترو. كيف ما كتشوفوا هنا دابا غتشوفوا البلاكة ديال الاثمنة اخوتي فهاد ستاسيون ديال البتروم. كيف ما كتشوفوا اخوتي هو تبان ليكم هنايا 7 دراهم، كيما تشوفوا اخوتي فيها 7.83 دراهم، كيما شفتوها في ليسانس واقيلا. المهم 7 دراهم، 7 دراهم بجوج دايرين اليوم لهادو. وعند ستاسيون اخرى اخوتي كيما كتشوفوا تانا 7.84 دراهم، يعني المازوط هبط اخوتي كيف ما كتشوفوا. ودابا اخوتي غنخليكم مع واحد القارئ القران اخوتي، واحد الايات يقول فيها لا يصيبك الا ما كتبه لك الله، يعني اخوتي ما غيصيبك غير داكشي اللي مكتوب لك الله، ولكن بنادم يدير السبب والكمال على الله اخوتي. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، بقاو معنا حتى الاخر، وديروا جيم وتابونا، وشكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى لي جيم وعلى كل شيء اخوتي. نخلي لكم هذه الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي كتب الله لنا هو مولانا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا Yeah.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها تقبل منكم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون شكرا لكم اخوتي على المشاهده والمتابعه والجيم ولا كل شيء اخوتي اللي وصل المرحله شكرا ليه بزاف وكنشكركم على المشاهده والمتابعه وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله جديد وفي بلاصه جديده اخرى ان شاء الله باذن الله اخوتي شكرا بزاف وشكرا شكرا شكرا, شكرا.